بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم، قناة أخوكم أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المسافة المناسبة للجلوس أمام الشاشة. المسافة المناسبة للجلوس أمام الشاشة. كتير مننا لما بيجيب شاشة جديدة ممكن يحس بصداع، ممكن يحس بأن ضغط الدم عنده عالي بسبب الشاشة، ممكن يحس انه نظره مش كويس، نظره مزغلل، الدنيا مش تمام، ممكن يحس بدوخة. فطبعا ده كله بسبب الهالة الضوئية العالية للشاشة. الهالة الضوئية العالية للشاشة بتختلف من شخص للتاني حسب قدرته البصرية، حسب القدرة البصرية. كتير مننا برضو لما بيجيب شاشة كبيرة 65 بوصة 75 بوصة ما شاء الله ربنا يبارك، بيبقى جايبها مساحتها كبيرة قوي، ومساحة الغرفة اللي هو قاعد بيتفرج فيها او مساحة المكان او الريسبشن اللي قاعد فيه جلسة المشاهدة قريبة قريبة قوي، فبالتالي هيحس بدوخة مع الوقت، هيحس انه مش مركز، تركيزه ضايع شوية لان عينه دايما على الشاشة، وكمان رافع الاضاءة بتاعة الشاشة فرحان بيها، فرافع الاضاءة، والاضاءة ايه، واو قوي وعالية قوي. فطبعا انا قدامي سينما شغالة وخصوصا الشاشات الكبيرة، فطبعا ده كله بيأثر في الآخر على الناحية البصرية في الأساس والتركيز الذهني. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كتير من الناس بيشتري الشاشة وهو فرحان إن أنا بجيب أكبر مقاس. طب ما تجيب المقاس المناسب ليك الأول والمقاس المناسب للغرفة عشان تبقى الشاشة مفيدة ليك، وفي نفس الوقت مفيش منها مشاكل على عينك وعين أولادك أو عين المشاهد. اولا يا جماعة، بالنسبة للمقاس المناسب، ودي يعني ايه مدروسة وعن طريق يعني دراسات طبية قالها دكتور عيون، وانا شفته بصراحة اقتنعت بكلامه. قال لك المسافة المناسبة للمشاهدة للشاشة بتكون عن طريق ضرب او حاصل ضرب مقاس الشاشة اللي هو 32 بوصة مثلا. المقاس بتاع ال 32 بوصة اللي هو أصغر مقاس في السوق عندنا بتضربه في 4.6، طلع الآلة الحاسبة دلوقتي واضرب 32 بوصة في 4.6 هيطلع لك حوالي 147 سنتي، يعني حوالي متر ونص. ده بالنسبة للشاشة ال 32 بوصة. وكمان مستوى إضاءة الغرفة تكون مستوى الطبيعي، مش معنى ان انت قاعد شايف كويس وطافي النور ان انت كده قاعد في المستوى الطبيعي، لا، الافضل طبعا الغرفة تكون مضاءة. ناس كتير قوي يحب يتفرج على افلام الرعب وهو مظلم الاوضة او المكان، ناس كتير قوي تحب تتفرج على مباريات وهي مظلمة الدنيا. طيب في الحالة دي هنزيد نص متر كمان، ايه رأيك؟ المفروض حفاظا على عينك، لان انت كل الهالة الضوئية اللي جاية في الظلام ده منبعثة لمخلط عينك، فبالتالي هتأثر على عينك خصوصا عين الأطفال، لأن عين الأطفال أضعف من عين الكبار، ودي حاجة طبيعية جدا، بدليل إن الطفل ما يقدرش يعمل عمليات تصحيح الإبصار وهو صغير، طفل لسه، يقول لك ما ينفعش، دي للكبار فقط أكتر من 18 سنة وأنت طالع. فبالتالي علشان تاخد المقاس المناسب بتضرب اي مقاس بقى لاي شاشه، يعني عندك الشاشه مثلا 43 بوصه اضرب 4.6 هيطلع حوالي 197 سم، يعني 2 متر. تمام؟ حبيت تزيد زيد مفيش مشكله، لان انا دايما بقول انك هتاخد 2 متر لو هتتفرج على الشاشه مثلا 43 بوصه، 2 متر ده مقاس مناسب جدا. انا قاعد في 2.5 متر وشايف كويس زي الفل. طب انا قاعد وابني مقرب متر، يعني قاعد على بعد متر من الشاشه ال 43 بوصه، لا خليه يرجع شويه، خصوصا ان الاطفال بيركزوا قوي في الكرتون وفي الانيميشن، يعني بيركزوا فيه قوي. طب انا عندي الشاشه 65 اضرب 65 في 4.6 هيطلع لك حوالي تقريبا 3 متر على ما اظن، انا ما حسبتهاش بس تقريبا حوالي 3 متر. 3 متر مقاس مناسب انك تقدر تشوف ال 65 بوصه، لكن ما ينفعش ان انت قاعد لي في اوضه 3 في 3 متر وجايب شاشه 65 مالي الحيطه بيها وقاعد على بعد متر ونص ومدلم الأوضة وقاعد بتتفرج ومنسجم قوي مع المشاهد.
المشاهده اللي بتشوفها ماتش او مسلسل او اي حاجه، فطبعا انت مع الوقت لا نظرك هتحس ان النظر مش تمام، هتحس ان انت تركيزك الذهني مش تمام، فبالتالي كمان انت حته انك تطفي الاضاءه وتتفرج على الشاشه ده اكبر خطر على عينك انت وعين كل اللي بيشاهدوا في الظلمه. يعني المشاهده في الظلام خطر بالنسبه لل القرب من الشاشه، وفي نفس الوقت الهاله الضوئيه مؤثره على مخله العين بتاعتك. فاحنا الصح بتاعنا اضرب 4.6 في مقاس الشاشه عندك 55 50، والافضل انك تزيد من 20 ل 25 سنتي كمان، ده حفاظا على عينك ما دمت شايف الصوره كويسه خلاص. لكن ما تقربش بنسب متفاوته، ده كله بيأثر على المشاهده، سوري بيأثر على عينك انت وعين اللي بيشاهد معاك في نفس المكان. يبقى لازم الاضاءه تكون سليمه، لازم اكون قاعد في مكان مناسب للشاشه. ما ينفعش ان انا اروح اشتري شاشه 75 بوصه والمكان عندي في الغرفه 3 متر في 4 متر مثلا، وهقعد اتفرج على 75 بوصه وانا قاعد على بعد متر ونص. انت مش قاعد في سيما يا راجل، ده اللي بيروح السيما عشان يتفرج على الشاشه الكبيره كده لو قاعد في اول صف بيبقى قاعد مش مدرك قوي الاحداث، حتى الصوت نفسه بيتهيألي مش هيسمعه كويس لان الحواس كلها داخله في عينه، كل الحواس داخله في عينه، فالتركيز ايه هيجي منين وهيروح منين؟ لا الصح، مع العلم برضو ان شاشه السينما غير شاشه التلفزيون، الهاله الضوئيه لشاشه التلفزيون اضعاف شاشه السينما، خلي بالك من الموضوع ده. الهاله الضوئيه انت عندك ليدات، واضاءه الليدات مع الفلاتر اللي بتبدا تجمع الاضاءه او الصوره وتبدا تبثها.